أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج نجوم التحدي. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن أديبة وناشطة أمريكية مميزة جدا، وعلى الرغم من أن وضعها نادر وصعب جدا إلا أنها صنعت المعجزات، وهي الناشطة هيلين كيلر. قبل ما أتكلم عن نشأتها هقول لكم وضعها صعب ليه، لأنها ما كانتش لا بتسمع ولا بتشوف. تخيلوا مدى صعوبة الوضع، وبالرغم من ده كله ما يقصدش وسابت أثر وبصمة في العالم كله. هيلين كيلر من مواليد 1880، من وقت ولادتها وهي مميزة. الأب والأم كانوا مختلفين على اسمها، بس الأم كانت متمسكة باسم هيلين باعتبار ان الاسم ده معناه النور، وكان كل هدفها هو ان بنتها تكون مليانة بالنور. ولدت طفلة سليمة ما عندهاش اي امراض لحد ما وصلت لعمر سنة ونص. جالها مرض خطير وتم تصنيفه انه التهاب في الرأس، وتوقع الدكاترة انها مش هتعيش لان حالتها كانت خطيرة، لكن اراد ربنا انها تخف لكن تفقد السمع والبصر. وعلى الرغم من كده كانت دايما مبتسمة وبتلعب مع غيرها من الاطفال في نفس حالتها، ولكن كان بيمتلكها شعور الحزن والغضب بسبب اختلافها عن غيرها من الأطفال، خاصة بعد ما فقدت حستين من أهم الحواس. ابتدى والدها ووالدتها يفكروا يودوها مدرسة للمكفوفين والصم، خاصة إن المدرسة بتقوم بمعالجة المشاكل النفسية اللي بيعاني منها الأطفال بسبب عجزهم. وقتها تواصل والدها مع مدرسة اسمها سوليفان، كان وجههم ليها مديرة مدرسة المكفوفين. ابتدت فعلا سوليفان بالتواصل مع هيلين، ابتدت تعلمها فعلا وتحط صوابع البنت على الكلمات البارزة وعلى الطريقة وتشجعها على الاستمرار. وطبعا الموضوع احتاج وقت على ما قدرت تفهم الفروق الدقيقة في اللغة، وقدرت بعدها تفرق بين الأسماء والأفعال، وتمكنت من انها تكون جملة. الحياة اما مغامرة جريئة إما لا شيء، دي عبارة مشهورة ليها، وفعلا قدرت تخوض المغامرة وما تنزلتش عن أحلامها ودخلت الجامعة. أي نعم هي واجهت تحديات كتيرة زي طباعة الكتب بطريقة برايل وصعوبات في الموضوعات الدراسية زي الجبر والهندسة، لكن كانت بداية جديدة لفكرها السياسي. لأول مرة تفكر هيلين في حقوق العمال، خاصة بعد ما قررت إن معظم المكفوفين من الطبقات الفقيرة، خاصة ان الرؤية شرط من شروط الشغل في المصانع، ولعبت وقتها دور مهم جدا في الحياة السياسية، واضافت نظام الاشتراكية، وعكست كمان افكار الحزب الجنوبي اللي بيعتقدوه ان الزنوج ما بيعتبروش بشر، وبقت كمان ناشطة بارزة في الاعمال الخيرية والاتحاد الامريكي للحريات المدنية. قصة حياتي ده عنوان أول كتاب لهيلين، وهو عبارة عن سيرتها الحياتية كتبته خلال الدراسة، وتم نشره لأول مرة في عام 1903. الكتاب على مدار أوسع واترجم لـ50 لغة. في 1904 اتخرجت من الجامعة بتقدير امتياز، وكانت أول شخص كفيف ياخد شهادة الليسانس. نشرت هيلين 18 كتابا، وأشهرهم العالم الذي أعيش فيه، الخروج من الظلام، الحب والسلام، وغيرها من الكتب اللي اترجمت للغات كتير. كان لها عبارة مشهورة جدا دايما بتقولها وتحمس غيرها بالكلام ده: عندما يغلق باب السعادة يفتح آخر، ولكن في كثير من الأحيان ننظر طويلا الأبواب المغلقة بحيث لا نرى الأبواب التي فتحت لنا. العبارة دي كان ليها أثر كبير جدا لكل شخص فاقد الشغف في الحياة وفاقد ثقته في نفسه، إنه يفكر بعمق وياخد من تجربتها مثال للتحدي والمقاومة، خصوصا إنها من الحالات الصعبة. وحازت على جائزة ليندون جونسون وهو وسام الحرية الرئاسي في 1934، سابت أثر كبير. وبعد ما أدت رسالتها وقدرت تغير مفاهيم كتيرة،
اتوفت سنة 1968 وتقديرا ليها والكل اللي قامت بيه من سنة 1980 يحتفل بعيد ميلادها بمرسوم صدر من جيمي كارتر، غير انها بقت ضمن الثقافة الشعبية، وكانت شعبيتها من خلال مسرحيتها صانع المعجزات. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نجوم التحدي. استنوني.